ميلي هو الدرس ديال الكالكيل تريغونوميتري. اول فقره اخوتي وهي الغولاسيون ما بين الفقره الثانيه الخاصه بالابسيسينيس. اخر فقره اخوتي ديال الدروس الرياضيات. شوف الاول الشرح ديال الدرس غنديروا اخويا قات في مجموعه ديال التمارين هذه اخوتي كتسمى بالدائره المثليه كما كتشوفوا النيت قدامكم هنا اللي في التمرير على بي. شوف على حساب شنو غيعطيك هو بجوج ما اخوتي سوا هاد التسعه. المرحله الاولى اخوتي وهي ديما قسم يا اخوتي وهي قسمت اخوتي مثلا كنقسمنا اخوتي مثلا على جوج جاتني اخوتي مثلا 5.5 اقرب عدد زوجي 3 راه هي 6 بي. اذا راه جاتني ما بين 3 و 4 هذا هو الفرق ما بين الفيديو وما بين الحضوري. في الفيديو نقدر نشد مثلا ديك الفقره او لا. المرحله الاولى اخوتي هو كنقسموا عاوتاني على المره. هاد المره اخوتي خود الاقل كاين 3 هنا وكاين 4 هنا 3.3 هنا غنفرق هاد الكسر على 6 10 بي زائد برينسيبال مزيان نخدموا فيهم حتى عاوتاني اخوتي نديطاي معكم مزيان ثلاث الفقرات الاولانيين ونخليو على انه التلميذ مجتهد يجتهد تقول انا بغيت من ورا البكالوريا هادي ولا بغيت ندير هادي وخصني نجيب مونسيون هنا وندير هادو ونبازي راسي مزيان. راهم والديكم راهم عوالين عليكم راكم ما يجيوش عندكم يقول ولدي رانا عوال عليك ولكن راه عوالين عليكم. خوتي idris.com فيديوز ان شاء الله فيديوهات ديالنا واللي ما شاء الله مع درس جديد من دروس ماده الرياضيات ديال جدع مشترك علمي اللي هو الدرس ديال الكالكيل تريغونوميتريك او الحساب المثلث. درس ديال الحساب المثلثي هو درس اخوتي من العنوان ديالو مرتبط بزاف المعلومات كنا قرينا السنه الماضيه خاصين اخوتي بالكوسينيس والسينيس في الحساب المثلث. درس اخوتي سهل بزاف في 4 ديال الفقرات. اول فقره اخوتي وهي الغولاسيون ما بين الدوغري والراديان. الفقره الثانيه الخاصه بلابسيس كيرفيلين جينيرال ولابسيس كيرفيلين برينسيبال. اما الفقره الثالثه اخوتي فهي الفقره الخاصه بالكوسينيس والسينيس كيفاش كندير واحد التفصيل ديال واحد التعبير الكوسينيس ولا السينيس. اخر فقره اخوتي خاصه بليزيكواسيون ديال الدرس ديالنا. الدرس اخوتي كما قلت راه عنده علاقه كبيره مع معلومات ديال السنه الماضيه كما كتشوفوا نيت من خلال الامثله في التمارين اللي غنصحوا اليوم. كما ولفنا اخوتي في كاع الفيديوهات ديال دروس الرياضيات راه ضروري غنديروا في الاول الشرح ديال الدرس كل فقره على حده غنديروا اخويا قات في مجموعه ديال التمارين. وبياس اخوتي كما ولفنا هذه راه غير البارتي الاولى ديال الدرس ديالنا لا تكون خاصه فقط بشرح الدرس اون ديتاي مع تطبيقات تمارين وفروض ديال كل فقره على حده. عاد تكون ان شاء الله اخوتي البارتي الثانيه ديال هذا الدرس هذا اللي خاصه فقط لتصحيح فروض خاصين بالكالكيل تريغونوميتري. كما قلنا اخوتي الدرس ديالنا ساهل ومع اول فقره وهي الفقره ديال لا غولاسيون اونتر دوغري اي راديان راه ساهله اخوتي بزاف. نبداو على مولانا بعدا الفقره الاولانيه ديال الدرس ديالنا. اختي كما قلنا الفقره الاولانيه الفقره ديال لا غولاسيون اونتر دوغري اي راديان الهضره هذه باش خاصها اخوتي هو اننا كنعطيو العلاقه ما بين الدرجه دوغري وما بين الراديان. هما بجوج اخوتي وحدات ديال القياس ديال الزوايا او اخوتي حنا اللي كنا كنخدموا بهم شحال هذه وكنا كنخدموا بالدوغري. وكنا قرينا اخوتي في الرياضيات من الابتدائي تنقولوا انه نصف دوره فيها 180 درجه ودوره كامله فيها 360 درجه. ولكن اخوتي الشهاده ديال الدوغري ما كينفعنيش بزاف انا في الحساب. بعض المرات انا كنحتاج ديك الزاويه بعض المواد خصوصا اخوتي ماده ديال الفيزياء انك تكون على ديك الزاويه بالراديان. هذا هو الهدف ديال الفقره الاولى كيفاش نبقاو نديرو التحويلات من الدوغري الراديان ومن الراديان للدوغري. كما قلنا اخوتي اول حاجه غنبداو بها وهو هذا السيركل. هذه الدائره هذه اخوتي كتسمى بالدائره المثلثيه وهي الدائره اللي داير عليها الدرس كامل. الدرس كامل داير على الدائره المثلثيه وطريقه الاعمال ديالها. الدائره اخوتي اللي تكون على ديما محور الافاسيل ديالها هو المحور ديال الكوسينيس والمحور الاردوني ديالها هو المحور ديال السينيس. اذا الابسيس ديالها كوسينيس والاردوني ديالها هو السينيس. وعندها اخوتي هنا واحد السطر او تنقولوا بان هذا هو السيركل لو سيركل تريغونوميتري. كما قلت اخوتي هنا بغيتكم انا تعلموا حاجه واحده وهو كيفاش نديروا التحويل من الدوغري الراديان ومن الراديان للدوغري. وهذا هو الهدف ديال الفقره الاولانيه. مثلا اخوتي كما كتشوفوا النيت قدامكم هنا اللي في التمرين رقم واحد واحد التمرين اللي طلب مني فيه فقط انني ندير واحد المجموعه ديال التحويلات. مره كيعطيني هذيك الزاويه ديالي بالراديان وكيطلبها ليا بالدوغري ومره كيعطيني بالدوغري اخوتي وكيطلبها ليا بالراديان. بداو اخوتي مع التصحيح ديال التمرين رقم واحد. كي قبل ما نقول لك بعد التمرين رقم واحد نقول لك بانه الدرس راه فيه علاقه واحده هو انك تعقل ان النصف دائره فيها 180 درجه. دابا حنا لا فاهمين ولكن شنو فيها ادريس بالراديان اللي فيها بالراديان كنقولوا بالبي بالراديان اي بي اللي كنا كنقراو اخوتي من الابتدائي كنقولوا ديما انه 180 درجه راه فيها بي بالراديان. اذا كانت اخوتي نصف دائره 180 درجه فالدائره كامله شحال 160 درجه. اذا كانت نصف دائره فيها بي راه دائره كلها غيكون فيها شحال من بي غيكون فيها جوج ديال النصوص يعني غيكون فيها جوج بي. نقلوا اخوتي داك الجدول عاد تشوفوا الطريقه ديال التعامل مع التمرين هذا الا جاني اخوتي شي تمرين بحاله ان شاء الله نعرف. اختي بالنسبه للجدول ديالنا كما كيبان لكم الجدول فيه واحد القضيه بسيطه بزاف. راه كيعطيو لي اختي الميزور ديال ديك لونغل ديالي بالراديان وكيطلب عليا بالدوغري مره كيعطي لي بالدوغري وكيطلب لي الراديان. هنا كاينه فقط طريقه واحده وعلاقه واحده انا غنبقى نخدم بها في الدرس كامل وهي انني كنعقل انه 180 درجه فيها بي. يعني كنبقى ندير فقط طريقه ثلاثيه كنجي في الاول كناخذ ديك العلاقه العامه ديالي وهي انه 180 درجه فيها بي بالراديان وانا على حسابي يقدر يعطيني مثلا هذه اختي لي بالدوغري يعني كنسميو هذه مثلا تعطي تكون عاطله وكيطلب لي مثلا انني نجبدها بالبي او يكون مثلا عاطيني العكس على حساب حاله اختي كل حاله شنو فيها. نعم نقول
لك بالمثال اخوتي غيبان لنا فيها البرهان مزيان. انا ناخذ بعدا اول حاجه عطيني هنا اخوتي في الاول ديك الجوج الاساسيين هادو اللي خصني ضروري نكون عارفو، هو انه جوج بي حنا راه متفقين انه جوج بي اخوتي هو 360 درجه، وانه البي ديما هو 180 درجه. يعني هاد جوج الاولانيين بدا عليا باش نحسبهم هادو اللي انا نقول لي راه بالدوغري راه هي 360 درجه، وانه البي راه هو 180 درجه. راه عطاني مثلا شي زاويه مثلا بالدوغري وطلب عليا بالراديان. كما قلنا اخوتي قاعده بسيطه وهي العلاقه الثلاثيه. نجي في الاول نقول ليه شنو عندي انا كاساس. انا عندي كاساس انه 180 درجه راه هي بي. هنا اخوتي غنشوف شنو عندي وشنو انا خاصني. هو راه عاطيني هذه المره الزاويه اللي هي 90 درجه، فمادام هذيك بالدرجه فانا غنحط الدرجه تحت من الدرجه. اذا حطيتها تحت من 180 درجه وغادي نقول ما كنقلب على هذه الزاويه ديال غنسميها مثلا تيتا. الا بغيت نجبد اخوتي تيتا غنستعمل العلاقه الثلاثيه، هي انني نضرب هذا في هذا ونقسمه على هذا. اذا انا نقول ليه تيتا تو سامبلومون، ندير ليه اخوتي العلاقه الثلاثيه وغنقول ليه انه تيتا راه هي نضرب بي في 90 ونقسمها اخوتي على 180. ولا اختزلت اخوتي هنايا 90 مع 180 حيت 180 هي 90 في جوج، الا اختزلت 90 مع 90 غتبقى لي الحساب التبسيط ديالها هو بي على جوج. كل باسط اخوتي راه غاد 180 لهنا بحال رديت اخوتي راه هي 90 في جوج، اختزلت اخوتي ديك 90 مع ديك 90 وبقات لي في المقام بقات لي جوج، اذا هي بي على جوج. الا بغيت نحول اخوتي 90 درجه نحول للراديان راه كتساوي لي اوتوماتيك مشحال بي على جوج. وهذه الطريقه اخوتي اللي غنبقى نعتمدوا عليها في اي تمرين كيما كان. يقدر مثلا هو يعطي لي هذه المره بالراديان ويطلب عليا بالدرجه، نفس الطريقه عاوتاني غنعاود نفس البدايه نقول له عاوتاني انا 180 درجه راه فيها بي بالراديان. اذا انا اللي عطيتك مثلا بي على 4، كما قلنا اخوتي الا كان الدوغري نحطو تحت الدوغري، الا كان بالراديان نحطو تحت الراديان. فهاد المره هادي راه عطاها لي بالراديان، عطاها لي بي على 4. اذا نحط اخوتي تحت بي غنقول هنايا بي على 4. هنا غنسميها الزاويه تيتا، وغندير بيان سو اختي العلاقه الثلاثيه وهي نضرب 180 في بي على 4 نقسم على بي. نقول لي تو سامبلو بانه عاوتاني الوغ تيتا ديالي راه هي كتساوي لي ديريكتومون 180 في بي على 4 مقسومه لي على بي. اذا 180 مضروبه في بي على 4 مقسومه لي اخوتي على بي. اختزل اخوتي هنا كالعاده البي مع البي غتبقى لي تو سامبلو 180 على 4. حنا اخوتي كنعرفوا نقسم 180 على 4 راه هي 45. اذا نقول هنا راه كتساوي لي الزاويه 45 درجه. اذا اخوتي تو سامبلو فيلم يعطيني الدوغري بغي نحولو الراديان كنجيب داك الدوغري تحت من الدوغري وكنجيب داك الراديان شحال كيساوي. ولا عطاني العكس يعني عطاها لي بالراديان واحتاجيت انا الدوغري كنحط داك الراديان تحت الراديان كنجيب الطيطا تو سامبلو. حتى الفقره الاولانيه راه فقره سهله على حسب نحولو من الراديان الدوغري ولا من الدوغري الراديان. خوتي المثال الموالي هنا خرجت لينا اخوتي 45 درجه. شوف المثال الموالي هو بي على 6 نفس الطريقه. نقول عاوتاني انه 180 درجه راه هي بي. شوف عاوتاني شنو عاطيني، الا عاطيني الدوغري حطو تحت الدوغري، الا عاطيني اخوتي الراديان حطو تحت الراديان. اخوتي راه عاطيني عاوتاني هذه بالراديان يعني عاطيني بي على 6 غنحطها تحت من ديك بي هي بي على 6 وهذه غنسميها تيتا. الطريقه الثلاثيه كالعاده نقول عاوتاني الوغ الا بغيت الزاويه ديالي تيتا غنضرب عاوتاني 180 في بي على 6 ونقسم على بي. نقول لي تيتا اخوتي راه هي 180 مضروبه في بي على 6 مقسومه ليا تو سامبلومون على بي. ونختزل هنا كالعاده عاوتاني بي اللي في البسط مع بي اللي في المقام. 180 اخوتي على 6 راه كتساوي اخوتي 30. اذا تبقى لي تو سامبلومون تيتا كتساوي 30 درجه. هذا اخوتي نكون لقيت الزاويه المواليه اللي هي 30 درجه. اخر زاويه اخوتي عاطيني هنايا زيرو عاوتاني نفس الطريقه الثلاثيه اللي هي عاوتاني 180 درجه راه هي بي. على حساب اخوتي في هذه الحاله هو راه عاطيني ديال الدرجه عاطيني ديال الدوغري. اذا نحط الزيرو حتى هذا غنمشي نجبد التيطا ديالي تو سامبلومون عاوتاني بنفس الطريقه اخوتي. نقول لي تيطا اخوتي هي بي في زيرو على 180. اذا تيطا راه هي بي مضروبه في زيرو على 180. اذا اخوتي كتساوي لي شحال زيرو في بي هي زيرو، زيرو على 180 هي زيرو. يا سي اخوتي خرجت لي هذه هي زيرو دونك هنا بالراديان. وهذا اخوتي بكل بساطه هي الطريقه ديال الاستعمال ديال ما يسمى بلاغولاسيون اونتر دوغري الراديان. وهذه هي الفقره الاولانيه ديال الدرس ديالنا. فقره سهله دير فقط اخوتي فيها العلاقه الثلاثيه، ولكن راه كاين واحد العلاقه وهنا غادي تفكرني مزيان عندك في القصه. غتلاحظوا بانه اغلب الاساتذه ما كيديروش مثلا الطريقه الثلاثيه، كيديروا واحد العلاقه هي زوينه وهي العلاقه ديال الكسر. كيديروا اخوتي تو سامبلومون اكس على 180، هنا اخوتي الايكغيك مقسومه لي على بي. وهنا على حساب شنو انت شنو محتاج وشنو باغي. مثلا تخيلوا مثلا بغينا نخدموا بهذه العلاقه الثلاثيه هذه، بغينا نخدموا مثلا بها السؤال الاول، كتشوف على حساب وشنو عاطيك. عاطيك مثلا هنا الزاويه اللي هي 90، غنحطوا ديك الزاويه تحت من ديك الزاويه اللي بالدوغري نيت. غادي نحاول نجبد الايكغيك ندير هذا في هذا مقسوم على هذا. الحاله الثانيه مثلا هو مثلا راه عاطينا الدوغري هذه المره بالراديان ولا عاطي لي بي على 4. اذا معطيني ديال الراديان غنحطو تحت هذا غنحطو في بلاصه الاي. اذا عطاني الدوغري غنحطو في بلاصه الاكس، الا عطاني مور الراديان نحطو في بلاصه الاي. كندير اخوتي العلاقه الثلاثيه تو سامبل مو تهري اخوتي حتى هي مزيانه. نديرو بها شي مثال اخوتي غاش فراقني على بديت الفرد. ناخذو بها مثلا هذه الحاله مثلا نيت الثاني، خدمو بها نيت هذه الحاله الثانيه. غنشوفو ديك الحاله الثانيه بغينا نخدمو نيت بهذه العلاقه هذه كما قلنا. جي اخوتي تو سامبل مو كما قلنا عاطيك هنا 180 كتساوي بي، ما غنديروهاش هذه المره. نخدمو هذه المره بهذه العلاقه هذه. نقولو لي تو سامبل مو انه الاكس على 180 يساوي اخوتي الاي على بي. نشوف على حساب شنو غيعطيك هو مثلا. غادي نجي هنا اخوتي تو سامبل مو غنعوض على حساب شنو عاطيني. وهذه المره راه عاطينا بي على 4، يعني غنحطها في بلاصه ديال هذيك. يكون كان عاطيني شي حاجه بالدوغري غنحطها اخوتي في بلاصه الاكس. زعما عاطيني مور الراديان غنحط في بلاصه الاي. وتبقى لي اخوتي هنا الاكس على 180 كتساوي بي على 4. كلشي اخوتي الى بي كالعاده اخوتي. هذا البي هذا في البسط وهذا البي اللي في المقام في البسط هو بشهاده مع هذا. ندير العلاقه اخوتي الثلاثيه. دونك الاكس شنو هو؟ 1 على 4 في 180 مقسومه على 1 حيت ما بقى لي تما كاين والو. اذا الاكس تساوي 1 على 4 مضروبه في 180 مقسومه لي على 1 حيت ديما كندير هذا في هذا مقسوم على هذا اللي بقى لي. هنا بقى لي اخوتي غير 1. هنا اخوتي 180 مقسوم على 4 خرجت لي نفس الطريقه ديال القبيله راه هي 45 درجه. اذا سوا ندير اخوتي الطريقه هذه الطريقه الثلاثيه طريقه سهله بزاف. انا شخصيا اخوتي نفضل انكم ديروا فقط الطريقه الثلاثيه. ولا ندير هذه انا درتها معكم اخوتي على
ودي القسم حيت انا اكيد بان الاستاذ عندك في القسم ما يبقى يخدم معكم بهذه العلاقه في القسم وانت هي فاهمه شنو هي وانت هي طريقه الاستعمال ديالها. لا اختي دابا غادي نمروا للفقره الثانيه ديال الدرس ديالنا واللي هي لابسيسكير فيلين جينيرال ولابسيسكير فيلين برينسيبال. نقدر نقول لك الهدف من الدرس ديالنا اصلا بصفه عامه الهدف ديال الدرس كامل هو تعلم انك تبقى دير لابسيسكير فيلين جينيرال ولابسيسكير فيلين برينسيبال. باش تجبد الافصول المنحني الاساسي افصول المنحني العام قاعده سهله اختي عندها علاقه اختي فقط مع الساكل التريغونوميتريك ديالي رسمو هنا اختي ونديطايو ان شاء الله مزيان ونصحوا لي واحد التمرين ديالها اللي هو التمرين رقم 2. نبداو علمونا اختي مع هذه الفقره هذه. الو اختي بالنسبه للدائره ديالنا اولا السيركل ديالنا باش ندويو اخوتي على ما يسمى بالافصول المنحني الاساسي والعام اخوتي راه سهله بزاف هذه القاعده هذه باش شي مزيان معنا في السيركل ديالنا كاين ما سمينا اخوتي هذا ما يسمى بالسيركل التريغونوميتريك اولا الدائره المثلثيه. تبع معايا مثلا لواحد النقطه مثلا عندي مثلا في هذا الموضع هنا مثلا في الوسط خديت اخوتي هنا في الوسط ما بين 90 لان هذه اخوتي هي 90 درجه هنا الوسط شحال تكون اخوتي تو سامبلومون هذه غتكون تقريبا شي 45 درجه هنا اخوتي 90 درجه هي القائم الزاويه والنص ديالها هي 45 درجه. الا بغينا اخوتي بالباي الا بغينا بالراديان 45 درجه راه هي بي على 4 اذا هاد 45 درجه اللي عندي هنا اخوتي راه هي بي على 4. نقول مثلا هاد النقطه ام اللي عندي انا هنا راه لونغل ديالها بكل بساطه هي بي على 4. لكن لاحظ لي واحد القضيه مهمه بزاف بالنسبه لهاد السيركل تريغونوميتريك واحد المعلومه خصك تعقل عليها بالنسبه لي مهمه عنده دو سونس كاين لو سونس ديريكت ديالو كاين لو سونس انفيرس ديالو. دابا انا مشيت في هاد الاتجاه هذا فانا كنسمى بالمنحى الموجب اذا نمشي مثلا بهذا النص هنايا غنقول مثلا زائد بي على 4 كي لا رجعت بالمارشاريان راه غنسميها ناقص بي على 4. اذا الدائره هذه راه عندها دو سونس كاين هاد لو سونس هذا هو عكس عقارب الساعه كنسميوه بلو سونس بوزيتيف كاين لو سونس الاخر كنسميوه بلو سونس انفيرس كون هذا ديما هو لو سونس سالب. وهاد الهضره هادي اخوتي علاش حيت مهمه ليا بزاف باش كثرت معايا البال الا كنت مثلا انا في واحد الزاويه مثلا بي على 4 اللي هي 45 درجه الا شفت مثلا دوره اخرى مثلا دابا انا هنا درت مثلا 45 درجه اللي هي بي على 4 الا درت دوره كامله هنا القراصي القراصي رجعت نفس البلاصه واللي هي عاوتاني بي على 4 اذا راه البي على 4 راه كيساوي نيت داك البي على 4 الا زدت عليه جوج بي يعني الا ضربت دوره غنرجع للبلاصه ديالي الاساسيه هي الاولانيه. نحسب اخوتي هذا باش نبسطو تو سامبلومون نقول مثلا هنا نوحد المقام ما بين الربعه وما بين هذا نسو اخوتي توحد المقام داكشي اخوتي عندنا ديال الكوليج ندير اخوتي هنا بي على 4 زائد مثلا جوج بي هنا اخوتي نوحد لها المقام بانني نضربها 4 الفوق وفي 4 لتحت في 4 الفوق وفي 4 لتحت شوري لي اخوتي تو سامبلومون عندي تما كاينه بي على 4 زائد تما كاينه 8 بي على 4 نحتفظ اخوتي بالمقام اللي هو على 4 ونجمع بي مع 8 بي راه هي 9 بي. اذا اخوتي ملي غنكون هنا ضارب واحد الزاويه 45 درجه ولا نقول بي على 4 الا زدت عليها دوره كامله راه غنلقى راسي رجعت للبلاصه ديالي الاساسيه اذا راه بي على 4 كتساوي 9 بي على 4 وهاد 9 بي عاوتاني على 4 نعاود عاوتاني نزيد لها عاوتاني واحد الدوره اخرى غتكون اخوتي هي الدوره الثانيه عاوتاني الا زدت عليها عاوتاني 2 بي غنلقى راسي عاوتاني فين عاوتاني رجعت للبلاصه ديالي الاساسيه الاولانيه عاوتاني. اذا هاد 9 بي على 4 الا زدت عليها 2 بي غتخرج لي اخوتي تو سامبلومون ونخلي هنا اخوتي كالعاده 9 بي عاوتاني على 4 داكشي اخوتي ديال الرياضيات ديال الكوليج هنا 2 بي توحد المقام اخوتي عن طريق ماذا نضرب هنايا في 4 الفوق وفي 4 لتحت باش نوحد لهم المقام نجي نضرب اخوتي هذه في 4 الفوق وفي 4 لتحت بقى لي هنا تو سامبلومون اخوتي تما كاينه 9 بي ها هي 9 بي على 4 زائد اخوتي 8 بي على 4 احتفظوا بالمقام اخوتي اللي هو نيت على 4 وجمع 9 مع 8 راه هي 17 بي. لاحظتي سوا ضربت بي على 4 وزدت عليها دوره سوا ضربت بي على 4 وزدت عليها جوج دورات ديما كنرجع لنفس البلاصه الاساسيه ديالي. اذا بكل اختصار راه غنبقاو نقولوا بانه بي على 4 راه هو نيت 9 بي على 4 هو نيت 17 بي على 4 راه كلهم متساوي راه كلهم نفس البلاصه كنرجع ليها سوا ضربت غاديك بي على 4 سوا ضربت ديك بي على 4 وزدت عليها دوره سوا ضربت بي على 4 وزدت عليها جوج دورات سوا ضربت بي على 4 ودات ثلاثه ديال الدورات ديما كنرجع نفس البلاصه الاساسيه ديالي. اذا عندنا واحد الزاويه اساسيه كنسميوها بلونغل على 4 وهذه الزاويه هذه راه هي الابسيس كيرفيلين برينسيبال هي الاساسيه وهذوك الاخرين كلهم اللي غنبقى نزيد عليهم جوج بي هذوك كيتسموا بلي زابسيس كيرفيلين ولكن ماشي برينسيبال الجينيرال ولكن شكون هو البرينسيبال الاساسي البرينسيبال هو هذا البي على 4 هذا هو الابسيس كيرفيلين لكن هذا البرينسيبال وهاد الجوج هذو بجوج ما اخوتي سواء هاد 9 بي على 4 ولا 17 بي على 4 هذوك كنسميوهم اخوتي بلابسيس كيرفيلين ولكن هذو الجينيرال. اذا كاين جوج ديال الافصولات اخوتي كاين الافصول المنحني الاساسي وكاين الافصول المنحني العام والافصول المنحني العام راه كاينين بزاف نبقى ناخذ مثلا دي بي مثلا على 3 الا كانت مثلا دي بي على 4 ولا بي مثلا اخوتي على 6 هي مثلا 30 درجه على 6 راه هي الاساسيه وهذوك اللي غنبقى نزيد عليهم جوج بي غنسميهم بالافصولات المنحنيه العام. دابا حنا باش كنعرفوا بانه ذاك الافصول اللي هو عطاه ليا راه هو الافصول المنحني الاساسي لابسيس كيرفيلين برينسيبال. القاعده كتقول الا كان عندي ذاك الافصول الدوره الاولانيه يعني محصور ما بين ماذا وماذا الا ضربت اخوتي هنا 180 درجه راه هي بي الا رجعت هنا بالمارش
البشريه راه هي ناقص بي. كما قلنا اخوتي من كنمشي في هذا الاتجاه كندير الزائد، اللي كنمشي هنا راه ناقص بي. دا علاش قلت اخوتي بي على 4؟ بانه لابسيس كيرفيني برينسيبال بيخليني نقول هذه الهضره هو حاجه وحده، وانه بي على 4 راه كتنتمي ليا لواحد المجال اللي هو ناقص بي. يعني المجال ديالاش؟ المجال ديال دوره من القدام، دوره اخوتي في المنحى المعاكس. مثلا اخوتي خدينا مثلا بي على 2، راه غنلاحظوا بلي بي على 2 حتى هي راه كتنتمي للمجال ناقص بي بي. او ثاني اخوتي مثلا بي على 6 حتى هي راه جاتني ما بين المجال بي وناقص بي، حتى هي غنقول عليها بانها ابسيس كيرفيني برينسيبال. هادو اخوتي اللي كيبقاو كاملين كنسميهم دي زابسيس كيرفيني، ولكن ماشي برينسيبال، كنسميهم جينيرال. دابا اخوتي كما قلنا مادام بي على 4 كتنتمي ناقص بي وبي، فراه هنا اللي خلانا نقولوا انها ابسيس كيرفيني برينسيبال. هنا اخوتي السؤال ديالنا اولا التمرين ديالي كيفاش كيجي انا نهار الفرد، كما كيبان لكم اخوتي فقط في التمرين الثاني هو واحد المثال السؤال كي ممكن يجيك نهار الفرد. نهار الفرد بكل بساطه تيقولوا لنا واحد ابسيس كيرفيني جينيرال، جبد لي شنو هو الابسيس كيرفيني برينسيبال ديالو. مثلا لو قلت لك مثلا بان عندك مثلا واحد لونغ مثلا 9 بي مثلا على 4، لقى لي شنو هو الابسيس كيرفيني برينسيبال ديالو اللي هو في هذه الحاله مثلا بي على 4. لابد كاين هناك اخوتي واحد الطريقه واحد النهج انا كنتبعو في الحساب باش كنلقى الابسيس كيرفيني برينسيبال. هادشي اخوتي اللي غنتعرفوا عليه مزيان في التمرين الثاني ديالنا. كاين اخوتي نقلوا التمرين ديالنا ونوريكم واحد الطريقه بسيطه تخليك تبقى تجبد ديما الابسيس كيرفيني برينسيبال بواحد الطريقه سهله الا تبعتي واحد المراحل. ولكن اخوتي هذه راه كما قلتها لكم في الاول قبل ما نبداو نشرحوا هذه الفقره، هذه راه اهم فقره عندك في الدرس. غيعطيك واحد لابسيس كيرفيني جينيرال وغيطلب منك انك تجبد ليه لابسيس كيرفيني برينسيبال. باش كنعرفوا كما قلنا اخوتي برينسيبال خصو يكون كيتامي المجال ناقص بي بي. الطريقه اخوتي كيفاش كتجبدوا لابسيس كيرفيني برينسيبال راه طريقه سهله، كنتبعوا فقط جوج ديال المراحل. عندي طايو اخوتي مزيان، ولكن مورا ما نقلوا اخوتي التمرين عندنا الصبور عندنا مع التصحيح ديالو. بدا اخوتي مع النقل ديال التمرين ديالنا التمرين الثاني. دابا اخوتي التمرين الثاني كما شفتوني قدامكم اخوتي، كما شفتوني في التمرين الثاني قدامكم. بالمناسبه اخوتي التمرين راه غتلقاو في اللين ديال لا ديسكريبسيون تحت، عطيني مجموعه ديال لي زونغل وطلب مني انا بكل بساطه نلقى فقط شنو هو لابسيس كيرفيني برينسيبال ديال كل وحده فيهم. دابا اخوتي مع المثال رقم 1 اللي كانت فيه اخوتي هو 9 بي على 2. دابا بلاتي باش عرفنا اخوتي بلي 9 بعدا بي على 2 راه ماشي ابسيس كيرفيني برينسيبال، بانه فقط ابسيس كيرفيني جينيرال. الا شديتي قسمتي 9 بي على 2 غتلقاها ما كتنتميش للمجال ناقص بي بي. بيان سور اختي الا قسمنا مثلا غا 9 مثلا على 2 هي 4.5 و 4.5 بي راه 4.5 بي، راه ما كتنتميش للمجال بي ناقص بي، راه 4 المرات بي. دابا كي غنديروا اخوتي نلقاو لابسيس كيرفيني برينسيبال. كيما قلت لك بقى تبع ديما هاد المراحل بجوج. المرحله الاولى اخوتي وهي ديما قسم على المقام، المرحله الثانيه اخوتي وهي ضرب في المقام وخذ العدد الزوجي الاقرب. هذه اخوتي تمكنك انك تخرج لابسيس كيرفيني برينسيبال ديال اي وحده. اول مرحله وهي اني نقسم على المقام، ثاني مرحله اخوتي وهي نضرب في المقام وناخذ الزوجي الاقرب للعدد. مثلا اخوتي عندي هنا شنو عندي نقسم على المقام، عندي 9 بي، 9 نقسم اخوتي على 2. الا قسمت اخوتي 9 مقسومه على 2 كما كنا قلنا اخوتي راه هي 4.5. 4.5 الا حطيتها مثلا في المعلم مثلا العدد، نقول مثلا هنا كاين 4 هنا وكاين 5، دونك 4.5 جات الوسط. شنو هو اقرب عدد زوجي ليها؟ جا فردي من هذه الجهه هذه وزوجي. كما كنعرفوا اخوتي الاعداد الزوجيه هي مضاعفات 2 4 6 8 10 وانا غادي. هنا اخوتي العدد الزوجي اللي قريب ليا راه هو 4، اذا غناخذ داك نضرب في المقام داك العدد الزوجي الاقرب ليا. اذا غناخذ خذ العدد الزوجي الاقرب وضربه في المقام. هنا اخوتي راه قلبتها، خذ العدد الزوجي الاقرب وضربه في المقام. هنا اخوتي شنو عندي؟ اقرب عدد زوجي عندي هو 4، غنضرب 4 اخوتي في المقام اللي هي 2 غتولي تما كاينه 8. 4 في 2 8، اذا غنردو على شكل 8 بي. شحال مازال ناقصني اخوتي باش نرجع ل 9 بي؟ 8 بي ناقصها وحده، اذا نردو على شكل 8 بي زائد بي، كلشي اخوتي الى 2. دونك تو سامبلون باش نعرف راسي غندير نفكك هذا البسط هذا قديمه اخوتي، نقسم على المقام ناخذ العدد الزوجي الاقرب للعدد ديالي اللي خرج ليا في القسمه ونزيد ونضربه في المقام ديالي. هنا مثلا اخوتي ملي قسمنا 9 على 2 جاتني 4.5، اقرب عدد زوجي ليها راه هو 4. ضربت 4 في 2 جات 8، اذا درت 8 بي زائد بي. وقسمت اخوتي مثلا كنقسمنا اخوتي مثلا على 2 جاتني اخوتي مثلا 5.5، اقرب عدد زوجي ليها اخوتي راه هو 6. غنضرب في 6 غتجيني مثلا 12، غندير هنا 12 بي. لكن ديك الساعه نقول 12 بي كي غندير ردها 9 بي، راه غنقسم منها 3. هادشي اخوتي غنزيدو نتعرفوا عليه مع الامثله المواليه مزيان. اذا قسمنا 9 على 2 جاتنا 4.5، 4.5 راه جاتني ما بين 4 و5، اقرب عدد زوجي ليها هو 4، ضربته في المقام اللي عطاني 8 بي، اذا رديت على شكل 8 بي زائد بي. من اخوتي الحساب ديالي هنا بكل بساطه نقسم هذا على هذا ونقسم هذا على هذا. عندي مثلا اخوتي في الرياضيات 4 على 3 زائد 2 على 3 كتولي 4 زائد 2 مقسومه على 3. وممكن ندير العكس، ممكن تكون مثلا 4 زائد 2 على 3 لكن فكك ليا المقام ديالها، ردها هي 4 على 3 زائد 2 على 3. عاوتاني هنا غنفك هذا المقام على 2 وهنا على 2، كتولي تما كاينه تو سامبلومون هي 8 بي على 2 زائد بي على 2. 8 على 2 اخوتي راه هي 4 بي، 4 بي اخوتي بيان سور زائد بي على 2. السؤال ديالي اخوتي ديك 4 بي شنو ردها؟ ردها هي 2 في 2، اذا ديك 4 بي ممكن ردها على شكل بي على 2 زائد ديك 4 بي كما قلنا نفكوها، ردوها هي 2 مضروبه 2 بي. هو ديما اخوتي ديك لابسيس كيرفيني برينسيبال، ديما داك لابسيس كيرفيني برينسيبال
برينسيبال غتلاحظ ديما كيتكتب لك على شكل ماذا؟ على شكل نيت، هو نيت زائد واحد العدد دو كابي، حيت داك الكا اخوتي راه كينتمي ليا للزائد. اذا شنو هو لا بيس كافيل اخوتي برينسيبال ديال 9 بي على 2؟ راه هو في هذه الحاله بي على 2، لان هذا التعبير اللي كيبقى عندي من هنا كيبقى عندي فقط على شكل دو كابي، يعني نزيد عليه مثلا 2 بي ولا نزيد عليه 4 بي ولا نزيد عليه 5 7 بي. بس اخوتي 7 كنضربها ديما في 2، اذا ديما كنزيد عليه واحد العدد زوجي ديال بي، راه كيبقى عندي نفس الابسيس كيرفيلو برينسيبال ديالي. نفهم اخوتي مزيان في المثال الثاني غير باش نفهم مزيان هذا المثال ديال لابسيس كيرفيلو برينسيبال تفهم فقط بكثره الامثله. اجي ناخذ اخوتي واحد المثال اخر، هذه المره اخوتي مثلا ناخذ 11 بي على 3، غنتبع نفس المراحل. اول مره قسم على المقام، حاجه ثانيه خذ العدد الزوجي الاقرب للمقام، خذ العدد الزوجي الاقرب داك الخارج اللي خرج لك وضربه في المقام ديالك. نبداو في الاول اخوتي، قسموا 11 على 3 اللي كتساوي 3.66. عندي اخوتي 3.66 ها هي 3 وها 4 هنا، 3.66 جاتني الوسط، شنو هو العدد الزوجي الاقرب ليها؟ هو 4. اذا كما درنا قسمنا على المقام، قسمناها اخوتي على 3، قسمنا 11 على 3 جاتني 3.66. خذ العدد الزوجي الاقرب، في هذه الحاله العدد الزوجي الاقرب راه هو 4، داك العدد اللي خرج لك ضربه في المقام. غنضرب اخوتي 4 فاش 3 جاتني 12، اذا غادي نرد 11 بي، غادي نرد 12 بي يسيغ على 3. دابا السؤال 12 كندير رد 11، راه غادي نقص منها واحد البي. من بعد اخوتي كنقسم داك الكسر ديالي، نقسم 12 على 3 ونقسم هذا على هذا، تولي تما كاينه 12 بي على 3 ناقص بي على 3. بكل بساطه غتبقى عندي في الاخر هي ناقص بي على 3 زائد اخوتي 12 على 3 راه هي 4 بي. اذا ولات عندي على شكل ناقص بي على 3 زائد 1 2، هنا في هذه الحاله اخوتي 2 بي رد على شكل 2 بي. اذا ولات عندي عاوتاني على شكل دو كابي، على شكل واحد لونغل تيتا زائد دو كابي. اذا لابسيس كيرفيلون برينسيبال ديال 11 على 3 بي راه هي ناقص بي على 3، بيان سور ناقص بي على 3 ولا حتى في الحاله الاولى كتبقات لنا فيها فقط بي على 2، راه ب 2 كينتميو ليا المجال ناقص بي بي. زيد اخوتي المثال الثالث عاوتاني ديالي، كما قلت لكم اخوتي عاود قلت لكم هذه غنفهموها فقط بكثره الامثله. هذه المره اخوتي عندي 67 بي على 4، كما ديما اخوتي نفس الحاجه، المرحله الاولى هو نقسم 67 نقسم على 4 غتساوي لنا 16.75 كالعاده اخوتي. كنقول ها هو 16 ديالي هنا، فوق منه اخوتي راه كاينه 17، جاتني 16 فاصله، اذا جاتني الوسط. شنو هو العدد الزوجي الاقرب لذاك الخارج اللي خرج ليا؟ راه هو 16، حيت هذا عدد فرضي وهذا عدد زوجي. ناخذ داك الشيء اللي كيخرج ليا اقرب كنضربه في المقام، اذا غنضرب 16 في 4 جاتنا اخوتي 64، اذا هاد 67 هذه غندير ليها 64 بي زائد. بيان سور علاش درت الزائد؟ حيت هاد المره عندي قل من داك الشيء اللي كان عندي، خاصني نزيد اخوتي على 64 باش تولي 67، خاصني نزيد على 3، اذا زائد 3 بي. كلشي بيان سور اخوتي مقسوم على 4، فكك اخوتي عاوتاني المقام هي 64 بي على 4 زائد 3 بي على 4. العاده اخوتي غنخليه في الاول هذا 3 بي على 4، هو 3 بي على 4 زائد 64 على 4 اخوتي راه هي 16 بي. 16 ديما كتب على شكل دو كابي، حاول تكتبها ديما على شكل دو كابي، اذا ديك 16 اخوتي غنردها فقط تو سامبلومون 3 بي على 4 زائد 2 مضروبه 8 مضروبه في بي، اذا على شكل دو كابي. الحاله كعاوتاني 8، وفي الحاله كانت هي 2، حتى في هذه الحاله كانت هي 2. اذا في الحاله كنتخلص من هذا وكنقول بانه 3 بي على 4، كما هذوك خوت اخوتي اللي فاتوا كاملين نقول الى ديس كيرفيلين برينسيبال دو 67 بي على 4. فهمت اصاحبي اخوتي؟ درنا نزيدوا لها الميثاني الرابع. قلت لكم اخوتي هذه ديما بنفس الطريقه، انت لاحظوا مثلا رجعوا دابا الامثله الاولانيه، دينا في الاول كانت عندي 9 بي على 2 كما ديما اخوتي، قسم على المقام من 9 على 2 جاتنا 4، خديت اقرب عدد زوجي 4 فاصله يعني هو 4، وداك العدد الزوجي كما قلنا في هذه الحاله خرج لي 4، نضربوا في المقام، اذا 4 ضربناها في 2 هي 8، اذا ديك 9 بي رديتها على شكل 8 بي. الباقي خاصني باش نرجع عاوتاني ديك 9 بي زائد بي. الحاله الثانيه كانت عندي 11 على 3، قسمت اخوتي 11 على 3 جاتني 3 فاصله، جاتني ما بين 3 و 4، العدد الزوجي الاقرب اللي هو 4، ضربت 4 بيان سور عاوتاني في المقام اللي هو 3 جاتني 12، رديتها على شكل 11 بي، رديتها على شكل 12 بي ناقص بي. عاوتاني كانت عندي 67 اخوتي بي على 4، قسمت عاوتاني 67 بي على 4 جاتني 16 فاصله، العدد الزوجي الاقرب هو 16، ضربنا 16 في 4 جاتني 64، اذا رديتها ديك 67 بي رديتها على شكل 64 بي زائد 3. زيدوا اخوتي المثال الاخر اللي فيه 19 بي على 3، العاده اخوتي اول مرحله وهو نقسم 19 على 3، الى قسمنا اخوتي 19 على 3 غتجينا 6.33 كالعاده اخوتي. اقرب عدد زوجي راه ما بين 6 و7، اقرب عدد زوجي هو 6، نضربوا 6 اخوتي في 3 جاتني 18، اذا 19 ردت 18 بي زائد بي على 3 اخوتي كالعاده، ديك 18 نقسم على 3 راه هي 6 بي، زائد اخوتي بي على 3 رد على شكل بي على 3 زائد هنا 2 مضروبه 3 بي كالعاده زائد 2 كابي. في الحاله شنو عاوتاني لابسيس كيرفيلين برينسيبال اخوتي راه هو لابسيس كيرفيلين ديالي اللي هو بي على 3. هذه الفقره هذه بالضبط نوصيك عليها ونعاود نوصيك عليها انك تعاودها مره اخرى، ضروري تحاول تعاود هذه المرحله. كيفاش نجبدوا لابسيس كيرفيلين برينسيبال؟ انك مطالب بها 100% في الفرض ديالك. الطريقه اخوتي سهله، ديما قسم على المقام، خذ العدد الزوجي الاقرب وضربه في المقام، صافي. حاول تكتب داك البسط ديالك اخوتي بدلاله داك الشيء اللي خرج لك. مثلا قسمنا 9 على 2 جاتنا 4 فاصله، العدد الزوجي الاقرب هو 4، ضربت 4 في المقام اللي هي 2 عطاتني 8، اذا نحاول تكتب 9 بي على شكل 8 زائد ولا ناقص شي حاجه. بس القضيه اخوتي بالنسبه للمثال الثاني كانت عندي 11 قسمت على 3 جاتني 3 فاصله، 3 فاصله اخوتي راه جاتني ما بين 3 و 4، اذا ناخذ العدد الزوجي الاقرب اللي هو 4، 4 نضربوها في 3 هي 12، اذا ديك 11 بي نكتبوها على شكل 12 بي زائد ولا ناقص شي حاجه، الحاله جاتني ناقص. وهكذا اخوتي ضروري تحاول تعاودها مره اخرى. نقول لكم مثلا عاود نقول لكم في كاع لي فيديو هادشي باش زوين اخوتي الفيديو، زوين الفيديو انني عندي فرصه انني نعاود حتى 10 المرات، ما عنديش مشكل، فيديو نقدر نعاود حتى 20 مره ما كاينش اللي غيشدني. هذا هو الفرق ما بين الفيديو وما بين الحضوري، في الفيديو نقدر نشد مثلا ديك الفقره اولا داك التمرين ندير ليه محاوله مره. السلسله اخوتي اللي كما كتشوفوا النيت هي النيت قدامكم راه غتلقاوه في ليان ديال الديسكريبسيون تحت، نقدر نعاود فيها دابا النيت كاع التمرين الاول والتمرين الثاني. خلي السلسله قدامي نحاول
نحاول نخدم عاوتاني التمرين الاول والتمرين الثاني عاوتاني الراس. وهادشي راه غيفيدني بزاف الا وحلت فشي سؤال فيهم طلع على التصحيح ديالو مره اخرى. قلتها لكم عاود قلتها لكم اخوتي، راه هادشي باش زوينين لي كور ا ديسطونس. فيديو ممكن نعاودو حتى 20 مره من ما فهمش مثلا 9 بي لا جوج نعاودها ونعاودها ونعاودها تنفهمها. وصل ان الفقره ديال لابسيس كيرفيني برينسيبال اكيد عندك الفرق. ديال الفقره اخوتي اللي من وراء الفقره ديال كان كيدير كوسينيس والسين، والفقره بقات الفقره الاخيره في الدرس صراحه فقره ساهله قارنه مع هاد الفقره ديال كيرفيني برينسيبال. انا كنأكد على انها اهم فقره في الدرس. دابا اخوتي غادي ندوزو للتتمه ديال الدرس ديالنا ومع الفقره رقم 3 وهي الطريقه كنحسبوا الكوسينيس ديال واحد لابسيس كيرفيني جينيرال. بصح اخوتي مور ما كنبسطو بنفس الطريقه ديال لابسيس كيرفيني برينسيبال. قرا اخوتي كما قلت لكم راه ساهله، ولكن كنوصيك وكنعاود نوصيك هاد الفقره ديال لابسيس كيرفيني برينسيبال لانك مطالب بها بزاف الفرد ديالك. ندوزو دابا اخوتي لاخر فقره عندنا في الدرس ديالنا، ولكن قبل هذا اخوتي كالعاده خليكم بعدا تنقلوا هادشي اللي قدامكم في السبوره عندنا على مولانا اخر فقره في الفيديو ديالنا على مولانا. اختي نبداو على مولانا مع اخر فقره عندنا في لا فيديو ديالنا كما قلنا اخوتي الفقره الثالثه اللي خاصه بالسيركل تريغونوميتري باش انا نحسب الكوسينوس والسينوس والطانجونس ديال مجموعه ديال التعابين اللي فيهم واحد لابسيس كيرفيلين ولكن هذه المره جينيرال. الطريقه اخوتي وهي انني كنعتمد على واحد جوج ديال الجداول كما كيبان لكم نيت قدامكم في الشاشه. الجدول الاول اخوتي كنا قرينا في السنه الماضيه ديال كيفاش نحسب انا الكوسينوس والسينوس ديال مجموعه ديال التعابين. بحال مثلا انا بغينا نحسب مثلا السينوس ديال 0 فراه كيبان لي تما كاينه 0، سينوس مثلا ديال بي على 4 كيبان لي تما كاينه واش جدر 2 على 2. اما الجدول الثاني اخوتي فهو جدول خاص فقط بالسيطات ديال واحد التعابير ديال الكوسينوس والسينوس والطانجونس. حاولت اخوتي نقل هنا دوك جوج جداول اللي عندنا باش يساعدونا مزيان اننا نخرجوا بهم مثلا التمرين رقم 3 هو الشبيه المجموعه ديال التمارين اللي تيكونوا في الفروض في السلسله اخوتي. غتبقاو تلقاو 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 بزاف كيعطيونا في حاله التمارين هادو كيطلب مني انني نحسب فيهم الكوسينوس والسينوس ديال واحد التعابير فيهم واحد ديزابسيس جينيرال. دا اختي الجدول الاول كما قلت كيمكنك انك تحسب الكوسينوس والسينوس ديال واحد التعابير معروفين. مثلا دابا اختي الا بغينا مثلا السينوس ديال بي على 4 راه هي جذر 2 على 2، السينوس مثلا ديال بي على 2 هو 1، مثلا الكوسينوس مثلا ديال بي هو ناقص 1، هاد الكوسينوس ديال بي على 6 هو جذر 3 على 2، مثلا الطونجونس ديال بي على 3 هو جذر 3. اما اختي بالنسبه للتعبير الثاني فهنا عندي الجدول الثاني ديالي اللي كيمكنني اختي انني ندير تبسيطات ديال واحد التعابير فيهم الجمع ولا الطرح سواء في الكوسينوس سواء في السينوس سواء في الطونجونس. مثلا عندي اختي الكوسينوس مثلا ديال بي ناقص اكس، نعطيك مثلا واحد المثال اختي لو قلت لي مثلا شنو هو مثلا الكوسينوس ديال واحد التعبير مثلا فيه بي ناقص مثلا بي على 3. كتشوف فقط في هاد الخطوط في هاد الجدول هذا هو الخارج ديال اختي. خدينا مثلا الكوسينوس ديال بي ناقص اكس في هاد الحاله اختي بي ناقص بي على 3 القاعده كتقول لك ان الكوسينوس بي ناقص اكس راه هو ناقص اي. فهاد الحاله اختي الاكس راه هي بي على 3، اذا اش غيخرج لي هذا هو ناقص كوسينوس بي على 3. عاد نطلع اختي الجدول ديالي ونشوف شنو هو الكوسينوس ديال بي على 3 هو 1 على 2. اذا اختي غنقول بكل بساطه راه هي ناقص 1 على 2. نشوف مثلا اختي شي مثال اخر اللي عندي مثلا السينوس مثلا ديال بي على 2 ناقص اكس. ناخذ مثلا شي مثال نقول مثلا شنو مثلا السينوس ديال بي على 2 ناقص مثلا بي مثلا على 4. القاعده كتقول لك الا عندك بي على 2 ناقص اكس راه السينوس ديالك يولي هو الكوسينوس ديال داك العدد. فهاد الحاله مثلا غيولي عندي هو الكوسينوس ديال بي على 4. ونشوف ثاني في الجدول ديالي شنو هو الكوسينوس ديال بي على 4 كيبان لي اخوتي هو جذر 2 على 2. ولكن هادشي هذا الى انا اصلا بسط التعبير ديالي وصلت لهذا الخارج اللي عندي هنا. كما كتشوف اخوتي هنا في التمرين مثلا رقم 3 فرق لي مثلا اول مثال سيحسب لي مثلا الكوسينوس ديال 10 بي على 3. انا اول مرحله خصني ندير اخوتي هو انني نرد التعبير ديالي على هذا الشكل هذا وحده في هذا 4 عاد نعتمد على الجدول الاول باش نلقى الخارج النهائي ديال العدد ديالي. باش نقول لكم اخوتي ديما بالمثال كيبان البرهان. اول مثال ممكن تفهمها غنشوف اخوتي هنايا الى عندي مثلا الكوسينوس كما قلنا اخوتي 10 بي على 3 خصني نتبع فقط او ثاني جوج المراحل كما اللي فات اخوتي. هيا هذه المره هذه اش يقول لك المراحل بجوج. يقول لك ان هذه المره هذه كتبوا اخوتي المراحل هنا احسن كتبوا هنا. المرحله الاولى اخوتي هو كنقسموا عاوتاني على المقام قسم على المقام. ولكن هذه المره اخوتي خذ الاقرب للعدد واضرب فيه. ولكن لاحظ اخوتي راه ما قلتش خذ الاقرب للعدد الزوجي ولكن قلت لك خذ الاقرب للعدد اي عدد كيبان لك قريب ليه عدد صحيح طبيعي خذه. ناخذ اخوتي المثال الاول باش نفهموها مزيان. عندي اخوتي في المثال الاول 10 على 3 الا قسمنا اخوتي 10 على 3 راه هي 3.33. الا لاحظ معايا كاينه 3 هنا وكاينه 4 هنا. 3.33 جاتني هنا جاتني ما بين 3 و 4. علاش كنت كنقول لكم اخوتي خذوا الاقرب للعدد ماشي الاقرب للزوجي. ماشي كيما اللي فات اخوتي لابسيس كيرفيني برينسيبال لا اقرب للعدد. عندي هنا 3 وعندي 4. هاد 3.33 جاتني قريبه لمن؟ قريبه ل 3 ماشي قريبه ل 4. دابا واخا كون كانت اخوتي مثلا كون حسبنا مثلا 10 على 3 وجاتني مثلا 3.56 ها هو النص بيناتهم. ولكن راه 56 يعني كاين عندي ديك الساعه هنا كنت غناخذ اللي قريب ليها راه هو رقم 4. اذا كنشوفوا الاقرب للعدد فهاد الحاله ملي قسمنا على 10 على 3 راه جاتني 3.33. 3.33 قريبه ل 3 حتى ما هي قريبه ل 4. اذا العدد اللي صالح ليا هو العدد 3. انا لقيت العدد 3 نضرب اخوتي في المقام راه هو 3 قسمت 3 في 3 اخوتي راه هي 9. اذا راه يمكن لي نكتب داك التعبير ديالي نحاول نجبد منه ديك 9 بي على شكل ماذا؟ 9 بي بيان سيغ على 3 ما غاتبدلش. ولكن ها انت شوف 10 رديتها 9 شحال خصني نزيد لها باش تبقى لي 10؟ خصني نزيد لها اخوتي فقط 1 بي. ها هي زدت لها 1. هذا اخوتي يكون جبد التعبير ديالي اللي يمكن لي دابا انني نسامبليفيه. قسم اخوتي 9 بي على 3 كالعاده تبقى لي هنا كوسينيس على 3 تبقى لنا كما قلنا قبيله اخوتي 9 بي على 3 زائد بيان سيغ بي على 3. كما اخوتي التبسيط ديالي الا حسبنا 9 بي على 3 على 3
راه هي 3 دونك راه هي 3 بي زائد بي على 3. هاد 3 بي بيان سور خصنا نبسطوها ديك الطريقه اللي درنا قبيله. مثلا الا عندي مثلا اخوتي واحد العدد مثلا بي مثلا على 3، حنا عارفين انه بي على 3 راه هو نيت بي على 3 زائد 2 بي، هو نيت بي على 3 زائد 4 بي. اذا ديما زائد واحد العدد دوكا كيرجع ليا نفس العدد الاول. مثلا دابا هنا هاد 3 بي غنحاول نجبد منه انا مثلا شي عدد كابي. الحاله ممكن 3 بي ردها على شكل 2 بي زائد بي. كي غنرد هنا اخوتي غنقول هنايا كوسينيس ديال 2 بي زائد بي زائد بي على 3. فقط اخوتي 3 بي هنا رديتها على شكل 2 بي زائد بي. سي اخوتي بي زائد 2 بي راه كتبقى هي نيت ديك بي ديالنا فحال راه ما كايناش، هذه كتبقى عندي على شكل ماذا؟ كوسينيس بي زائد بي على 3. هذه اخوتي خصها واحد المثال مهم باش نشدها مزيان. الا قلت لك مثلا 7 بي غتقول لي 7 بي راه هي 6 بي زائد بي، و6 بي كنتخلص منها لانه عدد زوجي على شكل دوكا بي كتولي لي فقط هي بي. اذا هذه 7 بي راه هي نيت بي. مثلا اخوتي قلت لك مثلا 13 بي راه ممكن تردها على شكل بي زائد 12 بي. ديما ديك زائد واحد العدد على شكل دوكا بي فحال مثلا دابا 12 هذه راه نقدروا نكتبوها على شكل مثلا زائد 2 6 بي، يعني على شكل دوكا بي راه بحال راه ما كايناش. كيما قلنا بين غنضرب جوج دورات راه غنرجع لنفس الزاويه اللي انا كنت فيها في هذه الحاله هي بي. ديما نبقى نعتمد على هذه في التبسيطات ديالي. بحال مثلا دابا انا بقات لي 3 بي رديتها هي 2 بي زائد 2 بي راه نتخلص منه لان ما كيدير حتى شي دور، تقالي فقط بي زائد بي على 3. واش هي اخوتي بي زائد شي تعبير اكس؟ انا كيبان لي اخوتي كاين عندي الكوسينيس ديال بي زائد اكس. في هذه الحاله كنتخيلوا انه الاكس هو بي على 3. بي زائد الاكس الكوسينيس ديالو راه هو ناقص الكوسينيس ديال اكس، يعني في هذه الحاله راه هو ناقص الكوسينيس ديال بي على 3. واش هو اخوتي الكوسينيس ديال بي على 3؟ الكوسينيس ديال بي على 3 راه هو 1 على 2. اذا تبقى لي في الاخر شحال؟ ناقص 1 على 2. غنديروا لاخوتي بيان سور باقي لي هنا 5 الامثله نضبطها مزيان. نمشيو اخوتي للمثال الثاني مثلا كوسينيس 13 بي على 6. ديما اخوتي اول مرحله شنو قلنا؟ قلنا نقسموا 13 على 6 هي 2 اخوتي فاصلة 16. كالعاده نشوفوا اخوتي 2 فاصلة 16 ها 2 هنا ها 3 هنا ها 2 ونص هنا. جاتني اخوتي 2 فاصلة 16 جاتني في هذه الجهه هذه راها قريبه لمن؟ قريبه ل 2. اذا قريبه ل 2 غنضرب عاوتاني 2 فسا غتعطيني 12. اذا غنرد هذه على شكل ماذا؟ كوسينيس 12 بي باش ترجع ليا عاوتاني 13. اذا راه زائد 1 بي. نمشي نقسم اخوتي على 6. كالعاده اخوتي كنفهم نفرق هذا نقسم هذا على هذا وهذا على هذا غتبقى لي تسمى كاينه تو سامبلومون 12 بي على 6 هي 2 بي زائد بي. كنعرفوا ان اخوتي ملي كنديروا بي زائد 2 بي هي لا قبيله درناها فحال ما كايناش ديك 2 بي. اذا غتبقى لي في الاخر هي نيت الكوسينيس ديال بي. كنشوف اخوتي بان طابلو الكوسينيس ديال بي هو ناقص 1. اذا راه ندير لي تو سامبلومون الجواب الاخر ديالو هو ناقص 1. شي اخوتي مثلا المثال مثلا الموالي ها المثال الاول ها المثال الثاني ها المثال الثالث. يا اخوتي في هذه الحاله هذه السينوس ديال 53 على 6 سينوس ديال 53 بي على 6. كالعاده اخوتي نقسم ديك 53 على 6 هي 8.83. ها هي جاتنا اخوتي هذه المره هذه كبر من العدد. اذا 8 هنا هنا 9 ها 8 ونص هنا. فين جاتني اخوتي ديك 8.83 جاتني هنا. هو اقرب عدد ليا راه ماشي 8، اقرب عدد ليا هو 9. اذا وغنضرب اخوتي 9 6 راه هي 54. اذا نكتب على شكل السينوس السيغ ناش ندير في الاول غندير 54 لانه كان اقرب عدد هو 9. 9 في 6 اخوتي 54. اذا درنا 54 بي. سؤال كي ندير هاد 54 بي ردها 53 بي. اذا خصني نقص منها واحد البي ماشي كيما قبيله نقسمها اخوتي بيان سيغ على 6. من اخوتي الحساب ديالي هنا غنفرق هاد الكسر على 6 وهاد الكسر على 6 تبقى لي السينوس 54 بي على 6 زائد ناقص اخوتي سمحوا لي ناقص هنا بي على 6. بعد اخوتي قسمنا 54 على 6 تبقى لنا اخوتي راه هي 9. اذا تبقى لي في الاخر هي السينوس ديال 9 بي ناقص بي على 6. كالعاده اخوتي ديك 9 بي كما كنا كنديروا قبيله 13 7 والى غير ذلك. ديك 9 بي غنرد اخوتي راه هي 8 بي زائد بي ناقص بي على 6. وكما كنا قلنا اخوتي ملي كيبقى عندنا واحد العدد الزوجي في البي راه فحال ما كاينش كنتخلص منه. اذا اش كتبقى لي في الاخر السينوس ديال بي ناقص بي على 6. اخوتي انا راه كنبغي نشرح لكم كنشطب عليها راه ما خصكش تشطب على نهار الفرق. ليش ملي غتكتب هذه غتكتب هذه من ورا هذه ديريكتوم. بس السؤال ديالي شنو هو اخوتي بي ناقص اكس؟ السينوس هنا راه عندي السينوس ديال بي ناقص اكس ديال بي ناقص اكس راه هو نيت السينوس ديال اكس. اذا شنو هو السينوس ديال بي ناقص بي على 6؟ راه هو نيت السينوس ديال بي على 6. السينوس اخوتي ديال بي على 6 بي على 6 السينوس ديالها هو 1 على 2. اذا تبقى لي هنا في الاخر هي 1 على 2. بريم اخوتي سهله بزاف انتم لاحظتوا بدا كيتعاود داك الشيء. مثلا في هذه الحاله مثلا كوسينيس 34 بي او 30 اخوتي عندي تما كاينه بي نقسم اخوتي الى 3. كالعاده اخوتي اول مرحله هو نقسم 34 على 3 11.3 و11.3 اخوتي ها 11 ها 12 11 ونص راه 11.3 راه جاتني هنا راه قريبه ل 11 اكثر ما هي قريبه ل 12. اذا غنضرب 11 بيان سور في المقام في 3 تجيني 33. اذا غنرد على شكل كوسينيس 33 بي بحال مازال ناقصني اخوتي باش نوصل 34 زائد بي كلشي بيان سور اخوتي على 11. نقسم اخوتي هذا على هذا وهذا على هذا تجيني تما كاينه لي شان كوسينيس 33 بي على 11 تجيني تما 3 بي زائد اخوتي بي على 11. اخوتي راه ما عنديش 11 هنا، هنا راه عندي سمحوا لي هنا راه 3 سمحوا لي هي خرج لينا اخوتي 11. 11 في 3 هي 33 بي زائد بي على 3 سمحوا لي نقسم اخوتي 33 بي على 3 راه غتجيني هي 11 بي هي 11 بي زائد اخوتي كالعاده بي على 3. كمل اخوتي الحساب ديالي من تبقى لي ديما ديك 11 11 شنو ردها اخوتي؟ ردها هي 10 زائد 1. اذا هي كوسينيس 10 بي زائد بي زائد بي على 3. وكالعاده اخوتي ديما داك العدد الزوجي كنتخلصوا منه. اذا بحال غنتخلص من هذا بحال راه ما كاينش غتبقى لي هي كوسينيس بي زائد بي على 3. شتي يا اخوتي بي زائد اكس الكوسينيس ديالها راه هو ناقص الكوسينيس ديال اكس. تبقى لي هنا شنو؟ ناقص كوسينيس على 3. عرفوا انه كوسينيس اخوتي ديال بي على 3 بي على 3 راه هو 1 على 2. اذا يبقى لي اخوتي هنا في الاخر راه هي ناقص 1 على 2. نقول لكم واحد الملاحظه اخوتي
مهمه قبل ما نختم لا فيديو ديالي. البارتي الثانيه غتكون خاصه بليزيكواسيون، خاصه بالفروض والامتحانات اللي غنزلو نخدمو فيهم ديك لابسيس كيرفيلين برينسيبال مزيان، غنخدمو فيهم حتى هاد الفقره هادي ديال حساب الكوسينوس والسينوس والطونجونس غنخدموها مزيان. لا اخوتي بالنسبه للفقره الاخيره ديال الطونجونس هي نفس القضيه، نقسمو 37 على 4 راه هي 9.25 قريبه لها 9، اذا نضربو 9 في 4 ونديرو نفس الخدمه اللي درنا كيما قبل. قولوا لي اخوتي الجواب ديال هادي في لي كومونتير ديالكم، وغنقرا لي كومونتير واحد بواحد ونجاوبكم شكون عنده الجواب صحيح عنده الجواب خطا، وان شاء الله يكون عندكم الجواب كاملين صحيح. قرا اخوتي لي كومونتير ديالكم واحد بواحد باش نعرف الجواب ديال هاد. حاولت اخوتي نديطاي معكم مزيان ثلاث الفقرات الاولانيين ونخلي الفيديو قصير الماكسيموم. كاين التريغونوميتريك بزاف ديال التلاميذ كيجيو من درس صعيب، ولكن كلمه شتو اخوتي قدامكم راه الدرس ساهل، ما حاولنا نديروا لي واحد الملخص شامل ديال الدرس ديالنا، ديطايناه فقره بفقره، وكل فقره اخوتي درنا لها تمارين ديالنا. وكلمه وعدتكم اخوتي كاينه فقره ثانيه، فقره شامله على شكل فقط تمارين وفروض، ولكن قبل ما نديروا دوك التمارين وفروض غنكونوا درنا بعدا الفقره الرابعه في الدرس وهي لي زيكواسيون. غنديروا اخوتي واحد التمارين وفروض خاصين فقط التريغونوميتري باش نضبطوا مزيان هاد الفقرات اللي شرحنا في البارتي ا. باقينا اخوتي غنزيدوا نديطايو مزيان في البارتي الثانيه. بحال شتو اخوتي نوصيكم نعاود نوصيكم كاع لي فيديو دابا ديال طونكوما ولفتوني في الرياضيات كنوصيكم عليها. المساله اخوتي راه مساله فقط معاوده، ما عمري تنقول مثلا انه التلميذ مثلا ذكي، ولكن راه تنقول عليه انه التلميذ مجتهد، يجتهد تيضرب تمارين تيعاود تيخدم تيسهر، يقدر يعاود لك هاد المثال هاد الفقرات بثلاثه، يقدر يعاودهم حتى 10 د المرات ما عندوش مشكل، تيفهمهم وعارف بان الانطلاقه ديال الدرس هي اهم حاجه. الا جريت في الاول مزيان السباق، جريت في الاول مزيان راه ما كاينش اللي غيشدني في السباق كامل. فرض اخوتي هذا اخر فرض عندك ان شاء الله في الدوره الاولى، حاول اخوتي ندير ختام ومسك مع الدوره هذه ان شاء الله باش ندخل الدوره الثانيه ان شاء الله وانا مرتاح على راسي. تلاميذ اخوتي انا في طونكوما خصني هاد العام هذا نبازي راسي مزيان في مواد علميه، انا تلميذ علمي نكون بازي مزيان في الماط والفيزيك والعلوم، خصوصا الرياضيات. تلميذ علمي خصو ندار الرياضيات مزيان من السانكيام، ومن دابا كتبداو تبداو اخوتي الساس ديالكم في ماده الرياضيات من السانكيام. الدروس اللي نقرا في السانكيام هما نيت ديال السيزيام، هما نيت ديال البكالوريا. حال السانكيام هو الساس ديالك في المواد العلميه. وقلتها وعاود قلتها، كاين واحد النوع ديال التلاميذ واخا يلاه في السانكيام من دابا كيدير بينات عيني واحد المدرسه، من دابا قول انا بغيت من ورا البكالوريا هادي، ولا بغيت ندير هادي وخصني نجيب مونسيون هنا وندير هذا ونبازي راسي مزيان في الرياضيات، واخا يلاه في السانكيام من دابا داير بينات عيني ديك المدرسه، ومن دابا بدا كيبازي فراسو وكيحاول من دابا يرسم ويخطط لديك المدرسه. ما نساش نوصيكم على نصي، راهم والديكم راهم عوالين عليكم، راكم ما يجيبش عندك يقول ولدي رانا عوال عليك، ولكن راه عوالين عليكم، راه عندهم فرحه وحده في العام هي الفرحه ديال النجاح ديالكم ان شاء الله تفرحهم. وقلتها وعاود قلتها، راه مادام انت دابا حاليا حال مثلا هاد الفيديو كاس كتفرج فيه، الا وراك باغي تفرح والديك باي طريقه، مادام كتقلب على الفيديو باغي تفهم وباغي تخدم في الفرض وهذا وباغي تنجح، الا وراك باغي تفرح والديك وان شاء الله ما غتخيبهمش وغتجيب ان شاء الله ديك المونسيون اللي انت كتحلم بها. هادشي قعدنا اختي بالنسبه لهاد لا فيديو، الله يسهل عليكم يا ربي يوفقكم في الدراسه ديالكم، تفرحوا راسكم تفرحوا والديكم ان شاء الله بديك النقطه اللي نتوما كتحلموا بها، بالانتخابات ديالكم بالافكار ديالكم بالتساؤلات ديالكم. لي هاد الانستغرام ديالي تلقاو تحت في لا ديسكريبسيون، الا عندك اي سؤال تواصل معايا تما كاين ان شاء الله راه غنجاوبك عليه. راه اخوتي من كيقرب ان شاء الله الفروض راه غندير معكم تما كاين دي لايف وتنبارطاجي معكم تما كاين بزاف ديال التمارين. معكم دريس دوت كوم، ما تنساش خليك ايجابي وخليك مقاتل على الحلم ديالك. بون كوراج اتو. ما نساوش اخوتي الشعار ديالنا كي ديما، كل شيء ياتي بالامل الا النجاح ياتي بالعمل. يلاه فراسكم اخوتي.